دفعنا فيها ثمنا كبيرا من والمضي إلى الجزائر الجديدة والبيئي التنموي. فقد ركز الدستور الجديد على دسترة البعد البيئي في التنمية الاقتصادية من خلال النص على حماية البيئة والمحافظة على الاستغلال العقلاني للموارد الطبيعية والعمل على استدامته لصالح الأجيال القادمة، بناء اقتصاد منتج وتنافسي في إطار التنمية المستدامة. وينسجم هذا التوجه من خلال دسترة المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ويلاحظ هذه المرة إضافة البعد والاهتمام البيئي للمجلس.